زي ما وعدناكم حلقة المقارنة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، واسف جدا على التأخير. الحلقة دي المفروض كان معادها مبارح، لكن عملنا حلقتين. اتكلمنا في الحلقة الاولى عن النادي الاهلي وفصصناه كده واتكلمنا عن كل تفاصيله، والحلقة التانية اتكلمنا عن نادي الزمالك وبرضو فصصناه واتكلمنا في كل التفاصيل، وقلنا ان حلقة النهاردة هيبقى فيها مقارنة بين الفريقين كده قبل القمة 124. وقبل اي حاجة نزل في الكومنتات دلوقتي، قول لي توقعك لنتيجة القمة بين الفريقين. هل الاهلي يقدر يكسب القمة ويبقى خامس قمة متتالية كده؟ الاهلي ما بيخسرش من الزمالك، وهنتكلم طبعا في كل الارقام، وهنعمل مقارنة بين نتائج الاهلي والزمالك في الدوري، مين هداف الاهلي التاريخي في الدوري ومين هداف الزمالك التاريخي في الدوري، وهنعمل مقارنة كمان السنة دي بين تهديف الفريقين وبين استقبالهم للاهداف، وهنقارن مركز بمركز كده بين النادي الاهلي والزمالك ونشوف الافضليه فين من اول المدير الفني وخط الظهر وخط النص وهجوم الفريقين كده، وهنحطهم على الميزان ونشوف كفه مين اللي هتطب ومين اللي هيكسب القمه. وهقول لكم توقعاتي نتيجه المباراه هتبقى كام. قول لي توقعك انت في الكومنتات، وزي ما تعودنا الكومنتات الصحيحه كلها هتبقى معانا في تحليل ما بعد المباراه. مستني توقعاتكم كلها، وقولوا لنا كمان مين اللي هيسجلوا الاهداف. ما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. يلا بينا. كور العالية روكسون القاضي يا مونكون، شاط الجول، الجول القاضي يا مونكون، القاضي يا مونكون. ميعاد الحلقة كان امبارح، لكن الحلقة نزلت النهاردة وكل تأخيرة فيها خيرة. لما اتأخرنا كده نزلت القايمة الرسمية لنادي الزمالك، وعرفنا مين اللعيبة اللي موجودين جوه القايمة والغيابات الرسمية. خلاص ايه قايمة النادي الاهلي لحد ما بصور دلوقتي، لسه ما نزلتش، بتتأخر جدا كالعادة، لكن متوقعينها كده. هنتكلم عن قايمة الزمالك الاول، بعد كده ندخل في المقارنات. خلينا نتكلم عن قايمة الزمالك وعن الغيابات الكبيرة جدا اللي ضربت قايمة الزمالك كده قبل مباراة من المرات النادرة اللي نبقى داخلين على مباراة اهلي وزمالك، والزمالك يكون عنده نقص عددي اكتر من النادي الاهلي. دايما بنبقى داخلين على القمة والاهلي هو اللي عنده غيابات كتير جدا في اخر فترة كده، لكن فعلا قايمة الزمالك قايمة تخوف. نبدأ كده بحراسة المرمى، موجود عندهم اتنين حراس، محمد عواد والسيد عطية، وبيغيب ابو جبل كده، وده اول الغيابات المؤثرة جدا على الزمالك. عواد موجود، عواد حارس كويس وكان بيشارك في الفترة الاخيرة وعامل اداء جيد، صادت ضربتين جزاء في مباراة واحدة كده، وجماهير الزمالك كانت بتطالب ان هو اللي يلعب القمة مش ابو جبل، جات لهم من عند ربنا، وعواب بس اللي جوه القايمة وهو اللي هيلعب. ندخل بقى على خط الظهر، موجود عندهم الونش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود علاء بيغيب عن القايمة، وده تاني غياب. محمود علاء اللي بيكون موجود في التشكيل الاساسي مش موجود في قايمة الزمالك وغايب عن مباراة القمة. موجود في الباك الشمال اتنين باكات شمال، عبد الشافي وعبد الله جمعة، وبيغيب ابو الفتوح كمان، غياب مؤثر جدا. ابو الفتوح لاعب مهم جدا في صفوف الزمالك، كمان بيغيب حمزه المسلوسي وبيغيب حازم امام، الاثنين باك رايت للزمالك وما عندهمش باك يمين كده يلعب، ودي علامه استفهام كبيره جدا. قول لي رايك في الكومنتات مين اللي هيبدا كباك يمين لنادي الزمالك. وموجود في القايمه كمان محمد طارق، لاعب ناشئ كده لكن جوه القايمه. مين ممكن يبدا باك يمين بقى؟ هل ممكن يبدا مثلا بعبد الله جمعه في الباك يمين؟ هل ممكن يبدا بزيزو في الباك يمين ويخليها جبهه هجوميه جدا كده؟ لكن انا استبعد النقطه دي، الله اعلم. مستنيين توقعاتكم في الكومنتات مين هيلعب باك يمين نادي الزمالك. خلينا ندخل بقى على نص الملعب. في نص الملعب في امام عاشور وفي رؤى وفي اسلام جابر وكمان يوسف اوباما، اربع لعيبه موجودين جوه القايمه، وبيغيب طبعا طارق حامد بسبب مشاكله مع نادي الزمالك كده، وانه مش موجود في مصر حاليا وشكله كده خلاص مش هيجدد. لكن في اربع لعيبه موجودين في نص الملعب، وهنقول التشكيل الاقرب اللي اتكلمنا عليه في حلقه الزمالك، ارجع واتفرج عليها. موجود بقى عندهم وينجات كتير جدا الزمالك، ودي اكتر مراكز قوية عند نادي الزمالك. موجود طبعا احمد السيد زيزو، موجود كمان بن شرقي، وموجود اوناجم، وموجود شيكابالا وايمن حفني، وموجود يوسف اسامة اللاعب الناشئ. تدخل بقى على مركز راس الحربة، موجود عندهم ثلاثة وغايب سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، غياب مؤثر جدا للزمالك. لكن موجود عمر السعيد وموجود سيف فاروق جعفر اللي عمل مباراة كويسة جدا في مباراة الكاس وسجل هدف مميز، وموجود
وموجود كمان سيد عبد الله ثالث لاعب في مركز المهاجم برضو. اعتقد ان عمر السعيد هو اللي هيبدا من اول المباراه. دي كده قائمه نادي الزمالك، واتكلمنا عن الغيابات، غيابات مؤثره فعلا عن الزمالك. لكن الناحيه الثانيه النادي الاهلي لسه ما نزلش القائمه، لكن القائمه بتاعته تقريبا عارفينها كده، وعندنا غيابات قويه جدا برضو. بيغيب عن النادي الاهلي محمد عبد المنعم المدافع الاساسي للنادي الاهلي، بيغيب كمان عندك اكرم توفيق باك يمين النادي الاهلي الاساسي، بيغيب كمان عندك في نص الملعب عمار حمدي، وكمان اليو ديانج شكوك كبيره جدا حول عدم لحاقه بمباراه القمه. اليو ديانج هيكون اصابه قويه للنادي الاهلي وهيفرق معانا كتير جدا عدم وجوده. وبيغيب كمان لويس ميكسوني وكمان علي لطفي بيغيب عن حراسه المرمى. 6 غيابات للنادي الاهلي، قول لي رايك فيهم في الكومنتات، غيابات مين تكون مؤثره اكتر، الزمالك ولا الاهلي؟ مستني رايكم، وهقول لك من وجهه نظري بكل صراحه ان غيابات الزمالك تاثر اكتر، وهقول لك ليه. ممكن لعيبه الاهلي يكونوا مهمين اكتر، يعني عندك اكرم توفيق لاعب مهم جدا، محمد عبد المنعم، اليو ديانج لعيبه مؤثره جدا، لكن لعيبه الزمالك بسبب توقف القيد فترتين ورا بعض كده ما عندوش لعيبه كتير، فلما بيغيب عنده اي لاعب البديل ليه بعيد جدا عن مستواه. وهنشوف لعيبه ناشئين انا اتوقع في مباراه الاهلي والزمالك يا اما من اول المباراه يا اما هيدفع بيهم، والزمالك عنده مشكله كبيره جدا في مركز الباك رايت، مش عارفين فيريرا هيحلها ازاي. ده كده بالنسبه لقائمه الزمالك والغيابات. خلينا نتكلم بقى في الدوري السنه دي. النادي الاهلي اقوى هجوم في الدوري من 17 مباراه بس، اقل من كل الفرق الباقيه كده، مسجل 38 جول، ارقام قويه جدا للنادي الاهلي هجوميا، حققها بيتسو موسيماني قبل ما يجي حاليا سامي قمصان. وكمان الاهلي اقوى دفاع في الدوري برضو من 17 مباراه، داخل شباكه 12 جول بس. تيجي تبص على الزمالك لاعب 20 مباراه اكتر من الاهلي بثلاث ماتشات، لكن مسجل 34 جول بس. وهنا تعرف ان هجوم النادي الاهلي في الدوري اقوى بكتير. تخيل الاهلي فاضل له 3 ماتشات كمان، يعني لو اقل حاجه سجل في كل مباراه هدف ولا هدفين هيعدي الزمالك بفرق كبير جدا تهديفيا. لكن بقى على المستوى الدفاعي، الاهلي تلقى شباكه 12 جول في 17 مباراه، والزمالك تلقى شباكه في 20 مباراه 20 جول. الاهلي لو لعب الثلاث ماتشات دول حتى لو دخل مثلا في مرماه هدف في كل مباراه كده، يبقى دخلت شباكه 15 جول، برضو افضل من الزمالك. فالاهلي اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، وكفه النادي الاهلي تطب هنا في اول مقارنه. لكن لما تيجي تعمل مقارنه بقى بين هدافين الفريقين وتشوف هداف النادي الاهلي، هتلاقي تاو وشريف الاثنين بيتساووا بخمس اهداف كده، لكن نادي الزمالك عنده احمد السيد زيزو اللي جايب 11 جول، معظمهم ضربات جزاء، لكن 11 جول رقم ضخم جدا طبعا لزيزو. لكن ندخل بقى بعديها على مدربين الفريقين. الاهلي بيدربوا سامي قمصان لتاني مباراه رسميه كده، مدرب مؤقت للنادي الاهلي بعد رحيل بيتسو موسيماني. اما الزمالك ففيريرا مكمل معاهم، الجماهير بتحبه جدا وبتدعمه بكل قوه، وما بيشيلوهوش اي خطا حتى بيحصل من الفريق بيشيلوهم للعيبه، ان فيريرا اصلا كان مطلب جماهيري كده من جماهير الزمالك فبيدعموه بكل قوه. وهنا لما تيجي تقارن بين الاثنين هتلاقي الافضليه تروح لفيريرا اللي فيه استقرار شويه مع الفريق كده ومكمل مع الفريق وبقاله كذا شهر كده، غير سامي قمصان اللي لسه ماسك حالا كده كمدير فني. فالافضليه طبعا تطب لنادي الزمالك هنا، وفيريرا يتفوق عن سامي قمصان، لكن الكلام ده كله على الورق، هنشوف على ارض الواقع. اما بقى بالنسبه لمركز حراسه المرمى، فالزمالك عندهم عواد، اما النادي الاهلي عنده محمد الشناوي. اعتقد ان محمد الشناوي كفته الطب لصالح النادي الاهلي، خبرات اكبر بكتير من عواد. عواد كان مركون بقاله فتره كبيره، لما بيشارك بيظهر بشكل جيد وحارس مميز، لكن اكيد محمد الشناوي اتقل بكتير جدا من عواد. فكفه النادي الاهلي هنا هي اللي الطب. وقول لي رايك في الكومنتات في اي حاجه بقولها، لو رايك عكس رايي احب اشوفه في الكومنتات كده ونتناقش مع بعض، ولو رايك زي رايي قول لي ان انت صح. ندخل بقى على خط ظهر الفريقين كده، هنبدا بالباك رايت الاول. الاهلي فيه محمد هاني وكريم فؤاد، اما نادي الزمالك فعلامات استفهام، الله اعلم مين اللي هيلعب باك رايت. الزمالك ما عندوش باك رايت في مباراه بكره، فاكيد كفه الاهلي هنا هتطب، مع ان محمد هاني بيقدم واحده من اسوأ مواسمه، لكن اكيد هيكون افضل من اي باك رايت هيلعب في الزمالك. وقلنا احنا بنتكلم على الورق، تيجي بقى للباك ليفت. موجود في الزمالك محمد عبد الشافي اللي عنده خبرات كبيره جدا، لكن كبر في السن شويه كده قدام علي معلول اللي بالنسبه لي افضل باك ليفت موجود في افريقيا كلها، خبرات كبيره جدا برضو وسرعات واسيستات من علي معلول، وورقه هجوميه مهمه جدا للنادي الاهلي مع انه عنده قصور دفاعيه كده. لكن من وجهه نظري برضو كفه النادي الاهلي هي اللي تطب في مركز الباك ليفت كده، يبقى باك رايت وباك
الباك ليفت النادي الاهلي احسن. تدخل بقى على مركز الاثنين مساكين، الزمالك عنده الونش وعنده عبد الغني هم اللي هيبداوا من اول المباراه. اما النادي الاهلي اعتقد ان ياسر ابراهيم اساسي، مفيش اي خلاف عليه. مين بقى اللي يلعب جنبه؟ هل بدر بنون؟ هل رامي ربيعه؟ هل ايمن اشرف؟ اعتقد ان ممكن رامي ربيعه هو اللي يبدا جنب ياسر ابراهيم. وهنا لما تيجي تقارن بين الفريقين اعتقد ان النادي الاهلي برضو عنده حلول اكتر، عنده 4 لعيبه بيختار منهم، لكن الزمالك عنده 2 لعيبه بس مفروضين عليه. كمان الونش بيقدم واحده من اسوأ فتراته الفتره الاخيره، مع انه افضل مساك موجود في مصر، لكن في الفتره الاخيره مستواه سيء جدا. فبرضو كفه النادي الاهلي الطب، وهنا خط الظهر كله لصالح النادي الاهلي يتفوق على نادي الزمالك. وكالعاده مستني رايك في الكومنتات، خط الظهر هل فعلا النادي الاهلي افضل في كل المراكز، ولا الزمالك يتفوق عن الاهلي في اي مركز من المراكز دول؟ مستني كومنتاتكم. وندخل بقى على خط النص، معركه وسط الملعب اللي بيستحوذ عليها هو اللي بيستحوذ على المباراه وبتبقى معاه الكوره اغلب الوقت، هو اللي بيقدر يفرد رتمه كده. النادي الاهلي عنده 2 ديفندرات مميزين جدا لما بيكونوا في حالتهم، عمرو السولية وحمدي فتحي، الاثنين اللي مستواهم نازل في الفتره الاخيره لازم نعترف بكده. كمان قدامهم مجدي قفشه اللي برضه مستواه نازل جدا، 3 لعيبه مميزين لكن مش في حالتهم. اما نادي الزمالك بقى فغايب عنه طارق حامد مهم جدا، طبعا الاهلي كمان غايب عنه اليو ديانج مهم جدا، الاثنين مش موجودين كده. لكن الزمالك موجود عنده امام عاشور اللي بيقدم واحده من افضل مواسمه وطالع بسرعه الصاروخ، موهبه مميزه جدا. جنبيه رؤى السيء جدا واللي المفروض ما يلعبش في نادي الزمالك اصلا، وقدامهم يوسف اوباما اللي بيقدم واحده من اسوأ مواسمه كده. فالاثنين مش في حالتهم خالص دلوقتي، لكن طبيعي لما تيجي تقارن بالنص ملعب النادي الاهلي ونص ملعب نادي الزمالك برضه الافضليه للاهلي جدا. مش عشان انا اهلاوي والله، لكن حتى الزملكاويه اعتقد ان هم ممكن يوافقوني في الراي ان نص ملعب النادي الاهلي عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه افضل بكتير جدا من امام عاشور ورؤى واوباما. ده كده من وجهه نظري، وقول لي رايك برضه في الكومنتات. وندخل بقى على مركز الوينجين. بالنسبه لمركز الوينجات، النادي الاهلي موجود عنده حسين الشحات، موجود عندك طاهر محمد طاهر، وموجود عندك بيرسي تاو اللي ساعات بيلعب وينج وساعات بيلعب راس حربه صريح، وموجود عندك كمان احمد عبد القادر اللاعب المميز جدا واهم لاعب في سكواد النادي الاهلي الهجومي من وجهه نظري كده، وموجود كمان وليد سليمان. اما الزمالك موجود عنده احمد السيد زيزو هداف الدوري وافضل لاعب في الزمالك حاليا، موجود عنده كمان اشرف بن شرقي، وموجود عنده شيكابالا، وموجود عنده محمد اوناجمو، وكمان ايمن حفني موجود ما اعتقدش ان هو هيلعب، لكن موجود برضه في سكواد نادي الزمالك. لكن لما تيجي تبص بقى على الوينجات دي كلها، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، الاثنين مش مضمونين تماما كده، الاثنين مستواهم سيء جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره. طاهر لسه مسجل هدف ورائس الماتش اللي فات، وحسين الشحات كمان لسه مسجل، ممكن الاهداف دي تخليهم يفوقوا كده، لكن الله اعلم ما تضمنهمش تماما. بيرسي تاو كمان مره بيكون حلو مره بيكون وحش برده مش مضمون. اعتقد ان احمد عبد القادر هو اهم سلاح موجود عند النادي الاهلي عكس نادي الزمالك اللي عنده زيزو مستواه ثابت جدا، وافضل لاعب موجود جوه الزمالك اشرف بن شرقي مش في مستواه خالص الفتره الاخيره، لكن بن شرقي برده سجل الماتش الاخير كده. وايا كان حاله اشرف بن شرقي فلاعب خطير جدا وعنده امكانيات كلنا عارفينها. اما اوناجمو وشيكابالا وايمن حفني فكلهم بعيد جدا عن المشاركات وعن مستواهم، لكن لما تيجي تقارن بين وينجات الاهلي والزمالك اعتقد الزمالك هنا ممكن كفته هي اللي تطب بسبب وجود زيزو بن شرقي اللي بيلعبوا بشكل مستمر، وزيزو مميز جدا على طول. وينجات النادي الاهلي عليهم شكوك دايما كده ودايما مش عارفين هيبقوا كويسين ولا لا. اما لو دخلنا بقى على مركز راس الحربه، موجود في النادي الاهلي محمد شريف، صلاح محسن، وكمان موجود حسام حسن. اما في نادي الزمالك فموجود عمر السعيد وسيف فاروق جعفر اللاعب الصغير في السن، طبعا كفه الاهلي الطب، الزمالك غايب عنه الجزيري اهم مهاجم موجود عندهم، فكفه النادي الاهلي الطب في راس الحربه كمان. وهنا بقى تعرف ان كفه النادي الاهلي بشكل عام هي اللي الطب، لان سكواد النادي الاهلي جاهز اكتر من الزمالك بصراحه، والقايمه هتكون اجهز من قايمه الزمالك اللي فاضيه بشكل كبير جدا وعندهم غيابات كتير ووقف القيد مأثر على الزمالك جدا. فانا شايف ان كفه النادي الاهلي تطب وبقوه عن نادي الزمالك. وقول لي رايك في الكومنتات، شايف الافضليه تروح لمين؟ لكن في النهايه لازم كلنا نبقى عارفين ان كل ده كلام على الورق. في النهايه الساعه 8 هي اللي هتكون الفاصله، 11 قدام 11 والارجل في الملعب واللي هيكون في يومه وهيقدر يفرد ريتمه كده ويفرد اداؤه على التاني هو اللي هيقدر يكسب المباراه وياخد الثلاثه بونت ويفرح جماهيره، وجماهيره تنام مبسوطه وتحفل على الجماهير التانيه زي ما هي عايزه. وكده خلصت كل حاجه عايز اقولها، وعملنا مقارنه كافيه
كده بين الفريقين، وقلنا ان الافضليه لصالح النادي الاهلي. مستني رايكم في الكومنتات وتوقعاتكم لنتيجه المباراه، ممكن تخلص كام كام، ومين اللي هيكسب الماتش وياخد الثلاثه بونت، ولا ممكن يكون التعادل هو اللي حاضر ونشوف قمه سيئه كده ونشوف تعادل سلبي. مستني كومنتاتكم والتوقعات الصحيحه كلها معانا في تحليل ما بعد المباراه. ما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده، واكيد بعد المباراه هيكون في حلقه في منتهى القوه. سلام.